قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تعيش السعادة، تعيش الإيمان، تعيش الصدق، إنها حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي الكريم فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة. والاصطفاء هو الاختيار. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم صلوات ربي وسلامه عليه. هاشم هو جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نريد أن نتعرف على شخصية هذا النبي الكريم. أما اسمه فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. عبد مناف له أربعة من الولد: هاشم ونوفل وعبد شمس، وهؤلاء إخوة أشقاء، وهاشم وعبد شمس توأم، وأخوهم الرابع نوفل وهو أخوهم من أبيهم. هؤلاء أولاد عبد مناف. نأتي إلى هاشم وهو المصطفى من قريش، اصطفى بني هاشم من قريش. هاشم هذا اسمه عمرو، اسمه الحقيقي عمرو، وهاشم لقب لقب به لكرمه، ولذا قال الشاعر: عمرو الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجافه. إذن هذا هو هاشم، هو عمرو، ولكنه لأنه هشم الثريد والخبز مع اللحم وقدمه للناس حجاجا ومن أهل مكة، كان كريما معروفا بالكرم، فكثرت ما يهشم من الثريد وهو اللحم مع الخبز قالوا له هذا هاشم الثريد، بدل أن يكون على اسمه وهو عمرو سمي بهاشم الثريد. ثم بعد ذلك أطلق عليه هاشم، فغلب اللقب على الاسم. هاشم أشهر أولاده عبد المطلب، وهو جد النبي الأول، وعبد المطلب كذلك لقب وهو ليس اسما، وعبد المطلب اسمه شيبة الحمد. وكان هاشم والد عبد المطلب الذي هو عمرو. هاشم هذا، أنا أخشى أن أقول عمرو تنسون هاشما، فعمرو الذي هو هاشم تزوج من بني النجار من أهل المدينة، تزوج امرأة من بني النجار، ولذلك يقال لبني النجار من أهل المدينة أخوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم نزل عند أخواله، والمقصود أخوال جده، أخوال عبد المطلب جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هاشم تزوج من هناك، وقدر الله تبارك وتعالى أن هاشما مات صغيرا، وكان عبد المطلب لم يبلغ الحلم بعد، فتربى عند أمه عند أخواله من أهل المدينة، وظل عند أهل المدينة فترة من الزمن. فلما كبر شيبة الحمد جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما كبر وشب قال أعمامه أولاد عبد مناف وهم عبد شمس ونوفل والمطلب إخوة هاشم، قالوا
لماذا لا نأتي بابن أخينا يتربى عند أعمامه، لأنه من أبناء من قريش، ينتسب إلى أبيه، ينتسب إلى قريش، لا ينتسب إلى الخزرج. فقالوا نأتي به يتربى عند أعمامه، فقالوا نعم الرأي. فذهب المطلب عم شيبة الحمد أخو هاشم، ذهب إلى بني النجار وزارهم، ثم قال نريد ابننا شيبة الحمد. فقالوا تفضل هذا ابنك. فأخذه ورجع به إلى مكة. أهل مكة لم يروا شيبة الحمد في حياتهم، والآن هو شب وكبر قليلا، فظن البعض أن المطلب أتى بعبد الله اشتراه، فظننه عبد للمطلب. فقالوا جاء المطلب ومعه عبده، فغلب عليه عبد المطلب، وإلا هو شيبة الحمد. فكان المطلب يقول لهم هذا ليس عبدا، هذا شيبة الحمد ابن أخي هاشم، لكن غلب عليه اللقب كما غلب اللقب على أبيه، وصار يعرف بعبد المطلب وهو شيبة الحمد. حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا ابن عبد المطلب، لأن الاسم أو اللقب غلب على الاسم، فصار لا يعرف إلا باللقب، كما هو حال كثيرين الآن. أظن لو سألت الكثيرين من الناس الآن من هو عبد الله بن عثمان التيمي، كثير من الناس لا يعرف عثمان بن عبد الله التيمي، من عثمان بن عبد الله التيمي، أو عبد الله بن عثمان التيمي، من هو عبد الله بن عثمان التيمي؟ هو أبو بكر الصديق. فكثير من الناس لا يعرفون عبد الله بن عثمان التيمي، يعرفون أبو بكر الصديق فقط، مع أن أبا بكر كنية والصديق لقب، ولم يكن له ولد اسمه بكر، لكن غلب عليه أبو بكر الصديق، وهكذا حال الكثيرين. على كل حال عبد المطلب لنسميه بما اشتهر به، وهو عبد المطلب، وننسى شيبة الحمد. عبد المطلب الذي هو جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقعت في زمنه حادثتان مهمتان. الحادثة الأولى أن مكة يعني أرض جبلية، والماء فيها قليل، بل يكاد يكون نادرا. ففي يوم من الأيام يعبث عبد المطلب في الأرض، فعثر على زمزم، عثر على بئر زمزم، وبئر زمزم هذا حفره جبريل عليه الصلاة والسلام لإسماعيل وأمه هاجر في زمن إبراهيم، لما تركهما إبراهيم عليه الصلاة والسلام بواد غير ذي زرع. ثم هذا البئر مع مرور السنوات الكثيرة طمس، فلم يعلم مكانه أحد ونسيه. فبينما عبد المطلب يعبث في الأرض، يحفر، يبني أي شيء كان، عثر على زمزم. فهذه الحادثة الأولى، وهي عثور عبد المطلب على زمزم، وهذه سيأتي الحديث عنها. الحادثة الثانية، وهي حادثة مهمة جدا، وهي كالإرهاص، يعني كالمقدمة لمبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهي أبرهة الحبشي نصراني بنى كنيسة للنجاشي، وهذه الكنيسة تعب عليها، وقصد من هذه الكنيسة أن يصرف الناس عن الكعبة إلى الكنيسة، يظن أن الناس عندما يزورون الكعبة يزورون، لأنه كان يحجون، الله تبارك وتعالى يقول لإبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فإبراهيم وإسماعيل صلوات ربي وسلامه عليهما هما اللذان بنيا الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فصار الناس يحجون إلى الكعبة منذ زمن إبراهيم، فالكعبة معظمة عند العرب، فأراد
أبرهة أن يصرف الناس عن الكعبة، فبنى هذه الكنيسة العظيمة ليقصدها الناس ويتركون الكعبة. رجل من العرب أغضبه هذا الفعل، لكن ليس